صبوحة؟ ايه؟ استاذ سعد؟ شو اللي جايبك على قلبك؟ امرأة سألت عنك بالبيت قالوا لي انك هون، فركبت السيارة وجيت دغري. خير، في شي؟ فريد الأطرش تعبان كتير. زعلتني. حدا حكيك من مصر؟ فريد هون منه بمصر. فريد هون بلبنان وأنا مش عارفة؟ بعده واصل اليوم. شافوه الدكاترة وقالوا إنه وضعه كتير خطر، عنده مشكلة كبيرة بقلبه. قوم يلا خلينا نروح نشوفه. يلا. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك. وحشتيني أبا صباح. وحشتني أنا كمان. وحشت لبنان كلها. الدكتور قال لي من حي أقعد معك خمس دقايق بس. تفتكري كم خمس دقايق فضلين في العمر يا صباح؟ ما تقولش كده، إن شاء الله حتقوم بالسلامة وحتملى الدنيا غنى. أنا طلبت أشوفك عشان أقول لك وصيتي. عايزة أدفن في مصر يا صباح. طب بلاش السيرة دي دلوقتي. دي السيرة الوحيدة اللي ما نقدرش نهرب منها. عايزة أدفن في مصر يا صباح. غريبة يا أستاذ، افتكرتك هتفضل لبنان عن مصر في الموضوع ده بالذات. أنت أكتر واحدة هتفهميني. إحنا الاثنين حبها بيجري في دمنا يا صباح، ما نقدرش نعيش من غيرها أبدا. إحنا مصريين يا فريد مهما رحنا أو جينا. وكمان أسمان هناك، عايزة أدفن جنب أسمان. أنا خلاص مش عايزة أتعبك أكتر من كده، أنا همشي. بالله كل الناس اللي بحبهم، اللي حبوني واللي اختلفت معهم، قولي لكل إن فريد ميت، هو مزعلان من حد، مش عايز حد يكون زعلان منه. تفضل القهوة يا أستاذ عبد الحليم. مرسي يا نجاة. إلا ترحم حالها شوي، من ساعة ما مات فريد وهي لا بتاكل ولا بتشرب ولا حتى بتنام. قد كده كنت بتحبي فريد؟ حبيته على طريقتي وحبيني على طريقته. لو كنت وافقت أتجوزه كان زماني مخلفة منه دسة عيال. أمال أنا أعمل إيه؟ أنا بقى ملحقتش أصالحه قبل ما يموت، خايف يكون ميت وهو زعلان مني. ما تخافش، فريد كان جواه طفل كبير ما شفتش أطيب منه في حياتي، ولو تركز شوية هتلاقي الطفل ده في كل ألحانه. هو قال لي إنه مش زعلان من حد حتى اللي اختلفوا معاه. يا ترى صباح لما أموت هتزعلي عليا قد ما زعلتي على فريد؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هو أنا ناقصة؟ أنت عارفة أنا دخلت المستشفى كم مرة في التلات سنين اللي فاتوا؟ عارفة، بس عارفة كمان إنك زي القطط بسبع أرواح. أنا بقى نفسي في روح واحدة من دول بس. عشان خاطري يا حليم ما تجيبليش سيرة الموت دلوقتي، كفاية اللي أنا فيه. خلاص سيبينا من سيرة الموت وخلينا في سيرة الحفلة. أنهي حفلة؟ الحفلة اللي أنت متعقدة عليها من شهرين، أنت ناسي إن هي فاضل عليها تلات أيام؟ لا مش ناسية، أنا هتصل بيهم عشان يجيبوا مطربة غيري. أوعي تعملي كده. جرى إيه يا حليم؟ أنت عايزني أغني وفريد ميت؟ فريد نفسه لو كان عايش كان طلب منك تغني. أكبر وفاء لي إنك تغني الغنوة اللي لحنها لك مخصوص، وما تنسيش إنها آخر أغنية لحنها في حياتك.